في عين جالوت ذاق المغول لأول مرة طعم الهزيمة في الشرق، وشكل الانتصار في عين جالوت حاجزا منيعا حال دون تقدم المغول إلى مصر. عندما مرض الملك الصالح نجم الدين أيوب مرض الموت، أرسلت زوجته شجر الدر إلى ابنه توران شاه تستدعيه. فلما مات الصالح أيوب في نوفمبر عام 1249 ميلادية، أخفت شجر الدر موته وأصدرت الأوامر بما يشبه توقيعه، وجمعت قواد الجيش وكبار رجال الدولة، وزعمت أن السلطان يأمرهم بالبيعة لولده توران شاه، ففعلوا. وبعد ذلك دبر أمراء المماليك مؤامرة للتخلص من السلطان توران شاه آخر سلاطين الدولة الأيوبية، وقتلوه، وذلك في مايو عام 1250 ميلادية. وبعد مقتل توران شاه أجمع المماليك على تنصيب شجر الدر ملكة على البلاد، حيث كانت أول امرأة مسلمة تتولى حكم البلاد. لكن الخليفة العباسي لم يوافق على تولية امرأة العرش، ونتيجة للضغوط تنازلت شجر الدر عن الحكم وعزلت نفسها بعد 3 أشهر من توليها الحكم. واتفق المماليك على أن يولوا الأشرف موسى وعمره 8 سنوات، وجعلوا عز الدين أيبك التركماني وصيا عليه. وتزوج عز الدين أيبك شجر الدر، ثم خلع الأشرف واستبد بالملك، وبذلك قامت دولة المماليك عام 648 هجرية الموافق 1250 ميلادية. حكم عز الدين أيبك مصر، وبعد مقتله عام 655 هجرية الموافق 1257 ميلادية، تولى ابنه المنصور نور الدين علي الحكم، وكان صغيرا لا علم له بأمور الحكم، وعين سيف الدين قطز وصيا عليه. وسرعان ما ظهر التنافس على الحكم بين كبار أمراء المماليك، وعمل الأمير سيف الدين قطز نائب السلطنة على توحيد صفوف المماليك من مشكلة الحكم، ونتيجة لاشتداد الخطر المغولي وفي ظل الخطر الأيوبي المتجدد، وجد قطز الفرصة سانحة لإزاحة الصبي الحاكم واعتلاء العرش، فقبض على المنصور نور الدين علي وسجنه، وتولى عرش السلطنة عام 657 هجرية الموافق 1259 ميلادية. وكان المغول بقيادة هولاكو قد واصلوا تقدمهم إلى بلاد الشام بعد أن أسقطوا الخلافة العباسية في بغداد، فدخلوا دمشق ووصلوا في زحفهم إلى فلسطين في طريقهم إلى مصر. وأرسل هولاكو كتابا إلى قطز يهدده ويأمره بالتسليم والخضوع، إلا أن قطز مزق رسالته وقتل رسله وعلق رؤوسهم على مداخل القاهرة، وتوعد هولاكو بالموت والهلاك إن لم يرحل عن هذه البلاد. وكان على قطز أن يوحد المسلمين بمختلف فئاتهم ليواجهوا خطر المغول، فاتصل بالأيوبيين في الشام ليحول بينهم وبين الارتماء في أحضان المغول، وبدأ قطز يعد العدة لمواجهة التتار، فجمع الأموال وأعد الجيش لصد خطرهم وأعلن الحرب ضد المغول. نجح قطز في استقطاب كافة فئات المماليك، وبخاصة الذين فروا من مصر عقب مقتل عز الدين أيبك، واستطاع توحيد الصف الداخلي وأعد جيشا وخرج لملاقات المغول في خارج البلاد،
واتجه بجيشه نحو عين جالوت بين بيسان ونابلس في شهر رمضان عام 658 هجرية الموافق 1260 ميلادية، وقاد بيبرس البندقداري طليعة الجيش المتقدم. وحدث في ذلك الوقت أن توفى الخان الكبير مونكو، فاضطر هولاكو أن يعود إلى العاصمة المغولية قراقورم ليكون قريبا من مجرى الأحداث الداخلية، وسحب معه عددا كبيرا من جنوده، وأسند قيادة جيوشه في بلاد الشام إلى قائده كتبغى نويان مع قوة قليلة العدد نسبيا. التقى الجيشان الإسلامي والمغولي الذي كان يتفوق في العدد والعدة، وعندما دارت المعركة تفوق المغول في بدايتها، مما جعل قطز يلقي بخوزته على الأرض وأخذ يصيح وإسلاماه، فشجع جنوده فنظموا صفوفهم وتقدموا بقيادته وألحقوا بالمغول الهزيمة. ووقع كتبغى في الأسر فقتله قطز، ولقى المغول لأول مرة في تاريخهم في الشرق الهزيمة على يد الجيش الإسلامي بقيادة سيف الدين قطز، وسيطر المماليك بعد المعركة على بلاد الشام حتى نهر الفرات. وحال هذا الانتصار في عين جالوت دون تقدم المغول إلى مصر، وبذلك نجح قطز في حماية العالم الإسلامي من الخطر المغولي. استغل الظاهر بيبرس بعد المعركة مركزه المتقدم، فطلب من قطز أن يوليه حلب جزاء ما حقق من نصر. ولما خاب رجاء بيبرس ولم يوليه قطز على حلب، انقلب بيبرس على قطز وقتله أثناء عودته إلى مصر، وتبوأ بيبرس عرش السلطنة المملوكية عام 658 هجرية الموافق 1260 ميلادية.